تتبعي قناة شوف تي في. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومساءكم سعيد، ونتمنى إن شاء الله تكونوا في صحة جيدة متتبعي قناة شوف تي في. كما جرت العادة وتقريبا هذه السنة، وحنا كنطلع لكم كل يوم مع 6 العشية من أجل تبليغكم بهذه الحصيلة المسائية، فيها أرقام جديدة وفيها أيضا أخبار مفرحة للشعب المغربي وللوطن ديالنا. فالحمد لله المعدل ديال الإصابات ديال كورونا في انخفاض مستمر، والحمد لله يعني ولينا كنسجلوا فقط 121 بحال اللي سجلناها اليوم، وهذا شيء جميل متتبعي قناة شوف تي في. لا بد من الاستمرار في هكذا يعني حصيلة من أجل تجاوز هذه المرحلة إن شاء الله. إذن متتبعي قناة شوف تي في، المملكة المغربية تسجل هذا اليوم فقط 121 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. بالنسبة للناس ديال سوس اللي كتسولني على الحصيلة، فالمراسلين ديالنا بعد قليل ديال أكادير، ديال تطوان، طنجة، كازا، الرباط، وجدة، الناظور، الحسيمة، مجموعة من المدن، غنعطي لكم الحصيلة الحصيلة بطبيعة الحال غادي تكون مفصلة باش تعرفوا جميع شنو الإحصائيات ديال هذا اليوم هذا. إذا 121 الحصيلة ترتفع إلى 478,595. الوفيات من بعد ما كانت هذه الأيام كانت 20 23 24، بدينا كنسجلوا وفيات أقل، والحمد لله اليوم سجلنا فقط 14، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كنتمنى إن شاء الله ما نبقاش نسجلوا حتى 14، ما نبقاش نسجلوا، نبقى نسجلوا صفر حالة وفاة، لما لا إن شاء الله خلال الأيام المقبلة، خاصة أن اللقاح يعني قريب يوصل 2 المليون، يعني قريب 2 المليون، يعني 2 المليون ديال الناس الملقحين بالمملكة المغربية، يعني تجاوزنا حتى الدول، بعض الدول الأوروبية تجاوزناها، يعني مجموعة من الدول الأوروبية يعني تجاوزناها بفضل طبعا الحال هذا التنظيم الكبير اللي كتعرفوا المملكة المغربية انت حد اللقاح هذا. إذا متتبعينا 14 اللي توفوا، والحصيلة ترتفع إلى 8491 8491. الحصيلة تاع الشفاء متتبعي قناة شوف تي في وصلت ل 697 697 حالة شفاء، والحمد لله يعني الحالة ديال الشفاء بدينا كنشوفوا واحد الارتفاع اللي هو كبير خلال هذه الأشهر الأخيرة، وهذا بطبيعة الحال بفضل الله سبحانه وتعالى، بفضل المجهودات ديال الأطقم الطبية والتمريضية اللي كاينة بالمملكة المغربية. اذا متتبعينا الحصيله نتاع حالات الشفاء، يعني الحالات الشفاء اللي برا منذ بدايه هذا الفيروس 459,549 459,549، هذا هو العدد نتاع حالات الشفاء. اذا نقصوا هذا العدد من العدد نتاع الاجمالي، حيدوا منه الوفيات ايضا، فيعطي لكم الحصيله اللي بقات في السبيطار. غالبا يكونوا بقاو واحد 10,000 ولا 11,000 ولا 9,000، هادو هما الناس اللي بقاو. خاصنا مزيد من الاحتياطات، ونشجعوا الناس على اللقاح، باش ان شاء الله نكتسبوا واحد المناعه جماعيه خلال الايام المقبله والاشهر المقبله. من هنا شهر رمضان ان شاء الله يكونوا تقريبا واحد 60 و70% ديال المواطنين كلهم ملقحين، كلهم دايرين هذا اللقاح هذا. فمتتبعي قناه شوف تي في، الوفيات 14 اليوم، والحالات التي شفيت تماما من هذا الفيروس وصل العدد ديالهم ل 697. اما بالنسبه للحالات اللي تقاست اليوم 121. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله، اتركوا فرصه لباقي الزملاء انهم يعطوكم الحصيلة ديال كل مدينة. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.